مرحبا يا صغاري، كيف حالكم؟ لقد اشتقنا إليكم كثيرا، هيا نتعرف سويا على عددنا لهذا الأسبوع. ولكن قبل أن نتعرف على عدد الأسبوع، سوف نقوم بمراجعة الأعداد من العدد 11 إلى العدد 18 من خلال الفيديو التالي. نغني سويا. 11 12 13 14 15 16 17 18. والآن هيا نعد تصاعديا من العدد 11 إلى العدد 18. 11 12 13 14 15 16 17 18. أحسنتم. من منكم سيخبرني ما هو العدد اللاحق للعدد 18؟ هيا نفكر، ما هو العدد اللاحق للعدد 18؟ أحسنتم، إنه العدد 19. ممتاز. إذن عددنا لهذا الأسبوع هو العدد 19. يا صغاري، سوف نتعرف الآن على مكونات العدد 19. إذن مكونات العدد 19، في الآحاد لدينا 9، 9 في الآحاد، وعشرة عند العشرات. إذن 9 و10 تعطينا العدد 19. 9 و10 تعطينا العدد 19. 19. هيا نقوم بكتابة العدد 19. أحضر ورقة فارغة من المنزل وأكتب معي العدد 19. نبدأ ب 9 ثم نكتب العدد 1، 9 ثم نكتب العدد 1. أحسنتم، 19. شكرا يا صغاري على حسن استماعكم، نلقاكم قريبا إن شاء الله.